عايزين نتعرف من حضرتك عن استعدادات بقى ابو ظبي باستضافه كاس العالم للانديه. ولله الحمد، بالنسبه للاستعدادات الخاصه بالاستضافه في العاصمه ابو ظبي لبطوله كاس العالم للانديه تسير على ما يرام، والحمد لله اكتملت كل التحضيرات بنسبه 100%. المرافق للبطوله كلها جاهزه، سواء نتكلم عن ملاعب التدريب، ملاعب المباريات، مقر الاقامه، وايضا مقر اقامه اللاعبين والوفود الرسميه ومسؤولين الفيفا والحكام. ولله الحمد نحن منذ بدأنا للعمل على هذا الحدث كانت في خطة موضوعة، والحمد لله تسير حسب الجدول الزمني الموضوع لها، واليوم فقط ننتظر وصول الجماهير إلى أرض دولة الإمارات. ولو اليوم نادي الأهلي له جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات، وليس فقط في دولة الإمارات بل بالوطن العربي، ونتمنى له التوفيق من خلال مشاركته في هذه البطولة.